غسالة الصحون سامسونج لما بيظهر فيها عطل ال سي او ال اي الاثنين معناهم واحد، وهو ان في تسريب في غسالة الصحون. ازاي نحل العطل دوت؟ اول حاجة بنقلب الغسالة علشان يظهر معانا الخلف بتاعها او القاعدة اللي باسفل غسالة الصحون. نبدأ نفك الوش ده، نلاقيها مفكوكة او موجودة قطعة بلاستيك كده متثبتة بمسمار او متثبتة من غير مسمار، بيبقى بالضغط. بنفك المسامير علشان نحرر الجزء دوت علشان يظهر معانا الغسالة من تحت، عشان نقدر نصلحها ونعرف ايه سبب العطل ده. العطل ده معناه تسريب على القاعدة الغسالة، عشان ده خطر جدا. طبعا الغسالة الصحون ما بتشتغلش لو في تسريب. لما بنفك الظهر او الجزء دوت البلاستيك بنلاقي السلوك بتاع الحساس. الحساس دوت هو مستشعر بتاع تسريب المية، لو اي مية وقعت تحت هو بيحس بيه. لو في اي مية في القاعدة الغسالة بتقف وبيظهر عطل ال اي وال سي. ممكن يكون الحساس تالف او سلوكه مقطوع، وممكن يكون في تسريب حقيقي. لازم نبص كويس على الخراطيم ونبص على مضخ التصريف ونشوف سبب التسريب، لان الحساس اللي احنا شايفينه دوت اي نقطه ميه بتوصل عنده فبيفصل الغساله علشان حفظا عليها من كهرباء. لو لاحظنا كده مضخ التصريف فيها كسر، ممكن ما يكونش من مضخ التصريف، ممكن يكون من خراطيم، ممكن يكون كسر في اي مكان من الجزء اللي تحت دوت بيسبب نزول الميه على الحساس فبيوقف الغساله ويسبب العطل دوت. احنا شايفين اهوت الكفر، نفكه كده كفر مكسور، ده بيسبب عند صرف الميه ان الميه بتنزل في القاعده من تحت بتاع غساله الصحون. وكمان نتاكد ان المضخه ما فيهاش كسر من الداخل علشان نشوف ايه اللي محتاج يتغير. اللي محتاج يتغير كده الجزء اللي هو مكسور ده.